بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن كورس لوجيستكس اوبريشن مانجمنت. الكورس ده من اهم الكورسز اللي ممكن تشوفها في تاريخ دراستك كلها للي علاقه باللوجستيات، لانه بيمدك بشكل كبير جدا بالبيزكس بتاعه اللوجستيات، وبيمدك بشكل كبير جدا بالاكتيفيتيز بتاعه اللوجستكس. وده يعتبر من الكورسز المكمله لكورس بيزكس اوف لوجستكس اللي بتاخد فيه اساسيات اللوجستكس، واللي بتاخد فيه السبلاي تشين والاكتيفيتيز اللي بتمارس جوه السبلاي تشين. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن Logistics Operation Management from different perspective. لما نتكلم على Demand Management، لما نتكلم على Order Management في Logistics، في Basics of Logistics احنا بدأنا الكورس بتاعنا بالActivities، وعرفنا بالضبط احنا ازاي ممكن نوصل البرودكت لحد العميل، لحد باب العميل كمان، لحد ما يبقى العميل satisfied بالسيرفيس اللي حضرتك بتقدمها للكاستمر اللي حضرتك بتستهدفه. في الكورس بتاعنا احنا بناخد البروسيس اللي بتتم جوه اللوجيستكس تشين نفسها بقى، يعني من اول العميل ما يطلب انا عايز سبيسيفيك برودكت لحد ما البرودكت يوصل لحد العميل، ايه البروسيس اللي بتتم جوه التشين دي بتاعت اللوجيستكس، وازاي حضرتك بترياكت او الكاستمر بيرياكت بيزد على استخدام المنتج ده. فالنهارده ان شاء الله المحاضره الاولانيه بتتكلم عن حاجه اسمها الديماند مانجمنت. والديماند مانجمنت هو إدارة الطلب، وإدارة الطلب معناها إنك بتشوف العميل إزاي بتدير الطلب العميل، وإزاي بتعرف إن العميل عايز المنتج بتاعك، إزاي بتعرف العميل عايز المنتج بتاعك، وإزاي تعرف الكمية اللي عايزها العميل عشان تبدأ تنتج وتساتسفاي الريكويرمنتس بتاعت العميل. والأوردر مانجمنت طبعا هي الأوردر الفعلي أو الأمر الشراء الفعلي اللي بيصدر من العميل حتى إلى أن يصل إلى المصنع نفسه. فإن شاء الله ده النهاردة هنتكلم، أو الأوبجيكتز بتاعتنا هنتكلم على رقم واحد، عاوزين نشوف أن أندرستاند اللينك اللي ما بين الديماند مانجمنت والاوردر مانجمنت، ايه الفرق بين الاثنين دول، وازاي في الاخر بعمل سيرفيس للكاستمر بعد ما ابريزنت الاكتيفيتيز او السيرفيس اللي انا بقدمها للعميل. نمبر 2، بحاول او بعمل اكزامينينج للاوردر سايكل. طب ايه الاوردر سايكل؟ لما تيجي تسالني سؤال تقول لي الاوردر سايكل، هنجاوب عليها جوه المحاضره دلوقتي، وبعد ما نخلص محاضره هتشوف هل جاوبت على اسئلتك ولا لا، وايه الفور كومبوننتس بتاعت الاوردر سايكل. خلينا اول حاجه نبتدي بالديماند مانجمنت. طب ايه الديماند مانجمنت ده، وهل الديماند وهل امر الشراء نفسه ممكن اعمله مانجنج؟ ازاي ممكن امانج الاوردر او امانج الديماند بتاع العميل؟ لما نيجي نعمل ديفينيشن او نيجي ديفينيشن للديماند مانجمنت، نقول ان الديماند هو الاوامر اللي بتيجي من، او الطلب اللي بيجي من العميل الى ان يصل الى المصنع. الكوردينيشن فلو اوف ديماند، الكوردينيشن فلو اوف ديماند هو اللي بيوصل من العميل نفسه. العميل قاعد في البيت، هو محتاج سبيسيفيك برودكت، سواء العميل ده بيزنس او سواء العميل ده كاستمر، بيبدا يعمل طلب. الطلب بيتم سواء والله قاعد في البيت، ممكن اتصل بالتليفون يجي لي الاوردر لحد عندي، ممكن ابعت ايميل، ممكن ابعت فاكس، ممكن الكترونيكلي. دلوقتي احنا بنتكلم في الابلكيشنز بشكل كبير جدا، عمليه الطلب بتتم وانت قاعد في البيت من غير ما تتحرك من مكانك. فعمليه الفلو او الطلب اللي يتم من العميل الى ان يصل الى المصنع ثرو السبلاي تشين كلها. طيب الديماند قايم على حاجه اساسيه، الديماند قايم على حاجه اساسيه وحاجه مهمه جدا بيسموها الفوركاستنج. يعني ايه فوركاستنج؟ عمليه التنبؤ بالطلب، عمليه انا متوقع يجي لي طلب قد ايه. خد بالك النقطه دي مهمه جدا. لما انت تبقى بتنتج 100 وحده والطلب على المنتج بتاعك 50 وحده، يبقى انت عامل اكسترا برودكشن في اللاين بتاعك 50 وحده زياده. 50 وحده زياده في الطلب بتاعك ممكن يخسروك بشكل كبير جدا. وبالعكس لو انت الديماند بتاعك 100 يونتس وفي نفس الوقت العميل انت عامل انتاج 50 وحده، فانت خسرت 50 وحده كنت ممكن تبيعهم للعميل. فبالتالي عمليه الفوركاستنج اللي انت محتاجها عشان تتنبأ بحجم الطلب، عشان تنبأ بحجم الطلب مهمه جدا وانت بتعمل الاستراتيجيك بلان بتاعتك وبتستهدف الماركت بتاعتك. فعندنا في 4 مين بوينتس هنا ليهم علاقه بالديماند فوركاستنج. اول حاجه الايفورت اللي بتعمله عشان تعمل برودكشن للديماند بتاعك مهم جدا عشان توصل لديماند العميل، وهو الكي كومبوننت بتاع الديماند مانجمنت. زي ما اتكلمنا فوركاست هو الاساس بتاع الديماند، من غير فوركاستنج يو ار نوت جوينت تو ميك ا ديماند، يو ار نوت جوينت تو مانج يور ديماند. اوكي طيب عندنا نقطتين مهمين
قالك is helpful in make to stock وال helpful make to order. طب ايه الفرق بين make to stock و make to order؟ اول حاجه عندنا make to stock ان انا بصنع بغرض ان انا بخزن، ووقت ما يطلب عميل بقول له اتفضل المنتج بتاعك اهو. طب make to order انا بصنع عشان اعمل order على طول في ساعتها. ده بتعمل حضرتك الاوردر بتليفون لاي مطعم، هو هل المطعم ده بيبقى محضر الاوردر اول ما تطلب الاوردر بتاعك يطلعه على طول؟ لا، اللي بيحصل ان العميل بيطلب الاوردر من المصنع، والمصنع بيبدا يعمل البرودكت ده، وبناء على عمل البرودكت ده بيبدا يعمل ديليفري الى الكاستمر نفسه. طيب زي ما قلنا ان الديماند مبني على الفوركاستنج، لازم نتكلم ان في بعض الطرق موجوده عشان نبدا نحدد حجم الديماند اللي عندنا. هو انت مش عارف هتنتج كام، 100 500 1000 مور ذان 1000، فانت مش عارف هتنتج قد ايه. فعندنا ثلاث طرق رئيسيين لتحديد اللي هم 3 بيزك تايبس اوف ديماند فوركاستنج مودلز. اول حاجه عندنا الجادجمنتال، ثاني حاجه عندنا التايم سيريز، ثالث حاجه عندنا الكوزن افكت. يبقى اول حاجه عندنا الجادجمنتال، ودي باينه من التايتل بتاعها، هو انك بتحكم على الديماند اللي جاي من العميل بناء على حاجتين رئيسيتين. خلاص، في الحاله دي انت ما عندكش اي هيستوريكال داتا ممكن تبني عليها حجم الديماند اللي انت متوقعه من العميل. يبقى انت ما عندكش اي هيستوريكال داتا. في الحاله دي بنبني بناء على حاجتين رئيسيتين. رقم واحد انت بتعمل سيرفي، والسيرفي ده بيتم توزيعه على الماركت اللي انت بتستهدفه. والله لقيت ان الناس فعلا هيبقى في حجم طلب قوي على المنتج بناء على السيرفي اللي حضرتك وزعته، سواء بقى اونلاين سيرفي او بتنزل في فيلد نفسه وتوزع السيرفي ده بنفسك على العملاء في السوق. وبناء على حجم السيرفي او بناء على السيرفي اللي جالك من العملاء، بتبدا تعمل او بتستيت حجم الديماند وبتبدا تنتج على اساسه. دي اول طريقه عندنا. تاني طريقه عندنا بنبدا نشوف منتجات مشابهه لنفس المنتج اللي حضرتك بتنتجه. لو هتبدا منتج اكس وهو شبه نفس الفانكشن بتاعته منتج واي، ومنتج اكس هي منافس ليك، ومنتج اكس مثلا بينتج 100 يونتس فور اكزامبل في اسبوع، فانت بناء على الفوركاست اللي عامله اكس هتعمل نفس اللي حصل لواي، يبقى هتنتج 100 يونت انت كمان. فدي جادجمنتال بناء على حكم المانجر اللي ماسك الديماند. خلاص، دي اول طريقه عندنا. تاني طريقه عندنا بيسموها التايم سيريز فوركاستنج موديل، ودي الطريقه التقليديه تقريبا اللي بنحب نتبعها، اللي بتتم بناء على الباس ديماند. لو احنا مثلا انتجنا 30 وحده خلال الفتره الشهر اللي فات، فاحنا هننتج 35 الشهر اللي بعديه. ولكن الطريقة دي مش بتمشي في كل الحالات، لان بعض الحاجات في حاجات سيزونال، حاجات موسمية، حاجات الموسمية زي مثلا الطلب على حاجات الادوات الكريسماس مثلا، فدي حاجات موسمية مش كل يوم الطلب عليها هيبقى بنفس الطريقة. لا بالعكس، ده انت في حاجات ليها وقت معين، فشهر اخر شهر ديسمبر لحد اول يناير الحاجات دي هتبقى بس الطلب عليها عادي، بعد كده الطلب عليها بيبدأ يقل بشكل مندرج. فالطريقة دي شوية ممكن فيها ميستيكس ليها علاقه بالتنبؤ بالطلب، او الطلب بتاعها مش هيبقى اكيوريت قوي وانت بتستخدم الطريقه دي. تاني طريقه عندنا اسمها الكوز اند افكت فوركاستنج موديل، الكوز اند افكت فوركاستنج موديل. والطريقه دي هي طريقه شويه محتاجه ريسيرش ومحتاجه ادفانسد ريسيرش عشان تبدا تعرف الديماند بتاعك شكله عامل ازاي. الطريقه دي مهمه جدا وعلميه بشكل كبير جدا. يعني ايه؟ هناخد اكزامبل مع بعضينا. لو بنتكلم مثلا انت الراجل دلوقتي صاحب محلات بيع هدوم اطفال رضع مثلا، طب انت مش عارف التارجت بتاعك او الديماند بتاعك هيبقى فين. فبناء على الداتا اللي عندك ان مثلا منطقه معينه زاد فيها عدد البيبز او عدد الرضع في منطقه معينه، بتبدا تتارجت المكان ده ان انت تعمل سبريد او تعمل تب من المحل بتاعك هناك، لانك عارف الديماند بتاعك هيزيد على البرودكتس بتاعتك اللي هي اصلا بتتباع للبيبس. والله في منطقه ثانيه التينيجر زاد، عدد التينيجر بيزيد بشكل كبير جدا في المنطقه دي، فبالتالي ممكن الطلب على الجينز يبدا يزيد في المنطقه دي. فالديماند بيبقى كوز وافكت، عندك سبب وعندك تاثير للسبب ده،
والله في بيبي يبقى انا حامل منتجات اطفال, في تينيجر يبقى انا حامل جينز او whatever, اي منتجات ليها علاقه بالتينيجرز. فدول الثري مين تايبس بتوع الفوركاستنج, فوركاستنج موديل. لو انت تعمل فوركاستنج هتعمل فوركاستنج لازم تستخدم واحده من الثلاث دول عشان تبدا تقيم حجم الطلب اللي هيجي لك من العملاء. طيب في بعض المشاكل, في بعض الايشوز اللي ليها علاقه بالديماند فوركاستنج. رقم واحد ان الفوركاستنج تكنيكس بتديبندز على ماني فاكتور. يعني ما ينفعش بس ان تستخدم زي ما قلنا التايم سيريز. في بعض الفاكتورز اللي بتحكم اختيارك للفوركاستنج تكنيك. رقم اثنين, ممكن تختار تكنيك غير مناسب ويبقى الفوركاست مش اكيرت بشكل كبير جدا. يعني انت هتستخدم مثلا التايم سيريز وانت المفروض كنت تستخدم جادجمنتال او كوز ان افكت, ممكن المفروض تستخدم انذر تايب. رقم ثلاثة, عندك الفوركاست اكيورسي مهم جدا لتحديد العمليات اللوجستيه اللي بنتكلم فيه. يعني ايه بقى تحديد العمليات اللوجستيه؟ يعني مثلا انت عملت فوركاستنج لديماند معين ان عميل اكس محتاج 100 يونتس بالمانث مثلا, اوكي. فبناء عليه بتقدر تعمل بريبريشن للترانسبورتيشن فليت بتاعتك. انت محتاج كام عربيه عشان تنقل ال 100 يونت دول, محتاج وير هاوس سبيس قد ايه عشان تبدا تستف فيها البرودكتس بتاعتك جوه الوير هاوس, تمام. محتاج هاندلنج ماتيريالز اكويبمنت قد ايه عشان تبدا تنقل البرودكت دي الى العربيات. بتبدا تعمل البلان بتاعتك, التخطيط بتاعك within الشهر ده بناء على الديماند اللي انت عملته. واخر نقطه عندنا الكمبيوتر فوركاستنج سوفت وير ساعات بيبقى فيه بشكل كبير جدا ايرور. الايرور ده ممكن بشكل كبير جدا ياثر عليك بشكل سلبي مستقبلا, فبالتالي لازم نراعي كل الفاكتورز وكل الاليمنتس اللي ممكن نحطها جوه الكمبيوتر او جوه السوفت وير ده عشان يطلع لنا النتيجه اكيوريت بالنسبه لنا. يبقى احنا اتكلمنا على الديماند مانجمنت, وقلنا ان الديماند مانجمنت هي عمليه الفوركاستنج اللي بتتم من المصنع للعميل, تمام. العميل بيبدا يقول انا عايز, بيبدا يقول انا عايز بيزد على المنتجات بتاعه المصنع نفسه. طيب انا عايز اللي العميل بيقولها دي, المصنع مش عارف ان العميل عايز منتجه, فبالتالي بيعمل حاجه اسمها فوركاستنج. الفوركاستنج عن طريق 3 تايبس, جادجمنتال, تايم سيريز, كوز اند افكت, اوكي. بنبدا نختار الطريق الانسب عشان نقول والله انا هختار الطريقه دي لان الطريقه دي هي الانسب للمنتج بتاعي. انا ما عنديش السيركل داتا, يبقى انا هروح للطريقه بتاعه اكس مستنيك ترده. والله انا ما عنديش او عندي السيركل داتا ولكن انا البرودكت بتاعي سيزونال, فبالتالي هستخدم طريقه واي. والله عندك الكوز ان افكت, والله انا عملت ريسيرش واتضح ان الكوز ان افكت هي السويتبل تكنيك اللي انا هستخدمه عشان اعمل برودكشن للديماند. طيب انا كراجل مصنع دلوقتي عملت برودكشن للديماند بتاعي خلاص, وعرفت ان الديماند بتاعي 100 يونت بير مانث مثلا. طيب الاوردر مانجمنت بقى, يعني ايه الاوردر مانجمنت؟ الديماند جالي. يعني ايه الديماند جالي؟ يعني العميل طلب خلاص فعلا بشكل فعلي بيزد على الفوركاستنج بتاعي, طلب 100 يونت. ال 100 يونت دول انا باخدهم, بيجي لي بقى حاجه بننتقل لمرحله ثانيه اسمها الاوردر مانجمنت. بقى ايه الاوردر مانجمنت ده؟ خاصة انت كنت في مرحله الديماند مانجمنت, والديماند ده انت كنت مستنيه منين؟ من العميل. ولما العميل بقى يطلب بشكل فعلي بعد تحديدك انت للديماند, لما انا اقول بقى العميل يرفع سماعه التليفون ويقول ايوه يا شركه انا عايز ال 10 يونتس دول, ده اسمه بنسميه بقى الاوردر مانجمنت. يعني الاوردر مانجمنت بقى هي المرحله, هي المرحلة أو الأكتيفيتيز اللي مرتبطة بالأوردر سايكل كلها. طب إيه الأوردر سايكل؟ إيه الأوردر سايكل؟ الأوردر سايكل هي اللحظة اللي حضرتك بترفع فيها سماعة التليفون بتقول أنا عايز الأوردر إكس يجي لي لحد المصنع, لحد البيت, لحد المخزن. يبقى عملنا الديماند, وبناء على الديماند جالنا الأوردر مانجمنت من العميل. بعد ما جالنا الأوردر من العميل بيجي لي حاجه اسمها الاوردر سايكل. الاوردر سايكل, الاوردر مانجمنت اكتيفيتيز دي علاقه بالاوردر سايكل. الاوردر سايكل هو طلب العميل الفعلي, طلب العميل الفعلي اللي بيتم الى المصنع نفسه. طب ايه الاوردر سايكل وازاي الاوردر سايكل ده بيدار وين السبلاي تشين, ودور اللوجيستكس اكتيفيتيز ايه,
جوه السبلاي تشين نفسها. خلينا نشوف ايه اللي هيبقى موجود معانا. طيب في اربع مراحل رئيسيين في الاوردر سايكل. اربع مراحل رئيسيين في الاوردر سايكل. سماعه التليفون اللي حضرتك بترفعها وتعمل بيها اوردر دي نظريا هي اوردر ترانسميتر، بعديها بيحصل اوردر بروسيسنج، اوردر بيكينج اند اسمبلي، بعد كده اوردر دليفري. يبقى حضرتك بتعمل اربع مراحل رئيسيه لما ترفع سماعه التليفون وتقول انا عايز الاوردر او عايز البرودكت اكس. طيب ايه هم الاربع مراحل دول؟ طب ايه الاوردر ترانسميتر؟ الاوردر ترانسميتر هي عمليه نقل الاوردر من 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 حضرتك او من العميل، سواء العميل ده بيزنس او سواء العميل ده كاستمر. بيزنس يعني عميل شركات، يعني شركه هي اللي بتطلب كميات معينه من المصنع، او العميل ده اند يوزر او كونسيومر. خلاص. فالعميل لما يطلب او بيحول الاوردر بتاعه اللي هو عايزه او الرغبه بتاعته او النيد بتاعته اللي هو عايزها الى المصنع بيسموها الاوردر ترانسميتر. الاوردر ترانسميتر لما الكاستمر بيبليس الاوردر لحد ما السيلر بيريسيف الاوردر بتاع العميل. وزي ما اتكلمنا ان الميثود المستخدمه في الاوردر ترانسميتر ممكن بشكل شخصي حضرتك تطلب الاوردر، ممكن عن طريق الايميل، التليفون، الفاكس، والابلكيشنز الموجوده دلوقتي ممكن تستخدمها الكترونيكلي، ممكن تستخدم كل حاجه دلوقتي اونلاين في ساعتها تعمل الاوردر بتاعك. فعمليه تحويل الرغبه بتاعتك او عمليه تحويل الحاجه بتاعتك انك محتاج منتج معين يجيلك لحد باب البيت، فهي عمليه الاوردر ترانسميتر لحد ما السيلر بيريسيف الاوردر ده. او المصنع او المانيفاكتشر بيوصل او بيوصل له الاوردر بتاعك بيحصل حاجه اسمها الاوردر بروسيسنج. حد يقول لي ايه الاوردر بروسيسنج دي؟ الاوردر بروسيسنج ان انا ببدا احضر كل شيء ليه علاقه بالاوردر بتاعك، وببدا اعمل اساين لوير هاوس معين، اللوكيشن معين، عشان يبدا يفيل الاوردر ده. مثال عشان الموضوع واضح هتكلم كونسيومر مثلا. لو انت مثلا ساكن في منطقه في اسكندريه، منطقه المنتزه، وعملت الاوردر بتاعك وصل لفرع محط الرمل، اوكي، والمطعم اللي انت عملت له اوردر اوريدي عنده كذا برانش ثانيه، فطبيعي لما الاوردر يحصل منك لفرع محطه الرمل، فرع محطه الرمل هيبدا يعمل بروسيس للاوردر ده، هيأساين اي فرع اقرب للمنتزه عشان يبدا يعمل دليفري للبرودكت اللي حضرتك عايزها الى المكان اللي حضرتك مختاره. فبالتالي بيبدا يعمل اوردر بروسيسنج، يشوف المكان المناسب بتاعك او اللوكيشن اللي حضرتك عايزه عشان يبدا يأساين الفرع المناسب او المكان المناسب عشان يبدا يفيل الاوردر بتاع حضرتك. تمام. طب الاوردر بروسيسنج بينكلود ايه؟ اول حاجه بتعمل تشيكنج للكومبليتنس والاكيوريسي. رقم 2 بتشوف الكاستمر كريدت تشيك. رقم 3 بتبدا تعمل انتري للكمبيوتر بتاعك جوه السيستم، وبتعمل اساين في نمبر 4 للسيلز بيرسون او الشخص المسؤول عن البضاعه بتاعتك عشان يبدا ينقلها ويبدا يحضرها ل عشان تبقى ready to be transported to the customer. رقم 5 بنعمل recording للترانزاكشن اللي حضرتك عملتها مع المصنع بتاعك، وبتبدا تحدد الانفنتوري لوكيشن، اللوكيشن هيتاخد من اي مكان بالظبط. واخر حاجه خالص بنعمل arranging للاوت باوند ترانسبورتيشن، يعني بتبدا تحدد الترانسبورتيشن المناسب اللي هيشيل كميه البرودكت بتاعتك. لو بنتكلم في مطعم يبقى هيستخدم موتور سايكل او هيستخدم فيسبا او ايا كان اللي هيستخدمه هو عشان ينقل البضاعه بتاعتك. لو بنتكلم طبعا في بزنس كاستمر يبقى بنتكلم في ترانسبورتيشن تو بي سيوتبل مع حجم البرودكت نفسها والسايز بتاع البرودكت والتايب نفسها بتاع البرودكت. كل دي فاكتورز بتحدد انت محتاج نوع العربيه ايه بالظبط. طيب دلوقتي احنا وصلنا لمرحله ان البرودكت في المكان المناسب اللي عاوز يطلع للعميل. تمام. فبنخش على مرحله بعديها اسمها مرحله الاوردر بيكنج اند اسمبلي. اوردر بيكنج اند اسمبلي ايه الاوردر بيكنج اند اسمبلي ده؟ هو مجموعه من الاكتيفيتيز اللي بتتم جوه المكان المصرح فيه انه يطلع منه البرودكت ده. تمام. وبيبدا يتحضر البرودكت عشان يبدا يتنقل بالترانسبورتيشن بعمليات النقل. تمام. طيب عربيه نقل جاهزه. عمليه البيكنج اند اسمبلي بقى، عمليه البيكنج اند اسمبلي
بيحصل فيها اخطاء بشكل كبير جدا. وهنتكلم احنا ليه لازم نركز بشكل اكبر في عمليه البيك اند اسمبلي لما نتكلم في الانفنتوري. التو بوينتس بيوضحوا بشكل كبير جدا احنا ازاي ممكن خطا صغير يخلينا نفقد عميل، وخطا صغير يخلينا نخسر فلوس كتير جدا ويبقى كوست علينا عاليه بشكل كبير جدا. اول نقطه عندنا لما نيجي نركز في الاوردر بيكنج اسمبلي ونبدا نختار المنتج الصح، ده بيزود الافشنسي والافكتيفنس بتاعه الاوردر سايكل بتاعتنا. طب ايه الاوردر سايكل اصلا؟ يعني ايه اوردر سايكل؟ الاوردر سايكل زي ما قلنا هي البروسيس كلها من اول عين يطلب التليفون لحد ما يجي البرودكت لحد عنده. فالافشنسي والافكتيفنس بتاعه الاوردر سايكل بتبدا بشكل كبير جدا تزيد لما يتم عمليه الاوردر بيكنج اسمبلي بشكل صحيح. ولكن لو حصل غلط الاوردر بيكنج اسمبلي ده بيكلف الشركه تكاليف كبيره جدا وبياخد من وقتها بشكل كبير جدا. طيب في بعض التكنيكس اللي بتستخدم، بعض التكنولوجيز اللي بتستخدم في عمليه الاوردر بيكنج اند اسمبلي زي ايه؟ اول حاجه، اول اكزامبل عندنا الهاند هيلد سكانر. ايه الهاند سكانر دي؟ لما تلاقي واحد واقف في المخزن ومعاه سكانر في ايده بيعمل سكان للبرودكت، اوكي؟ لما يعمل سكان بيسمع عنده في السيستم، او السيستم بياخد الاوردر من السكانر ده، بيقول خلاص ان الاوردر ده اوريدي تشيب، فبيبدا يطلع من مكانه على الرف او على الشيلف يتاخد للعميل. تاني حاجه عندنا الراديو فريكوينسي ايدنتيفيكيشن. ايه الراديو فريكوينسي ايدنتيفيكيشن؟ وده حاجه ادفانس شويه. الراديو فريكوينسي ايدنتيفيكيشن ممكن ما تاخدش برودكت واحد بس تحطه، لا ده انت ممكن تاخد باليت، والباليت يتحط عليها الليبل، تمام؟ والليبل ده بتعدي بالباليت من خلال باب، الباب ده فيه ار اف اي دي، اول ما تعدي بيعمل سكان، واول ما يعمل سكان بيسمع على طول ان الباليت طلعت باك عدد، لان الباليت على السيستم اوريدي مسجله فيها فور اكزامبل 10 مثلا كراتين او 10 برودكتس، ديبينز على السيستم اللي شغال. اول ما تعدي بيسمع على طول على السيستم ان في 10 كراتين او 10 برودكتس عدوا من باب الوير هاوس ده، فاوريدي بيسمع ان هم اتنقلوا من الرف اكس الى العميل واي. واخر حاجه عندنا في فويس بيز اوردر بيكنج. ايه الفويس بيز اوردر بيكنج ده؟ هو حضرتك واقف شغال في الوير هاوس بتلبس سماعه، السماعه دي اللي بيكلمك كمبيوتر، تمام؟ ومعاك سكانر لابسه في ايدك كده، بتعمل سكان والكمبيوتر بيكلمك بيقول لك شيلف نمبر كذا، الاوردر نمبر كذا، محتاجين خمسه من كذا ست. وكل حاجه بتيجي فويس بيز اوردر، الفويس بيجي لك وانت حضرتك كمان بتدي الكلام الى الكمبيوتر نفسه، لان يعني الكمبيوتر كمان بيستلم منك، مش بيسلم بس، لا بيستلم منك الاوردر، بتبقى عارف البروسس كلها بتتم عن طريق الكوميونيكيشن ما بينك وبين الكمبيوتر عشان تعمل بيكنج الاوردر. وفي طرق ثانيه، في ليد باي بيك انك تختار عن طريق الاضاءه، وفي طرق ثانيه وتكنيكس ثانيه، بس دي احنا بنتكلم في الكومن تكنيكس اللي بتستخدم في عمليه البيكنج والاسمبلي، تمام؟ طيب واخر حاجه عندنا في المرحله بتاعت الاوردر مانجمنت، وزي ما قلنا ايه هي الاوردر مانجمنت، لو حد بيفكرنا ايه الاوردر مانجمنت، عندنا اخر مرحله عندنا الاوردر ديليفري. والاوردر ديليفري بتاعنا احنا ازاي نوصل المنتج بتاعنا، ازاي بنوصل المنتج بتاعنا من بعد ما عملنا له بقى لود على التراك نفسها او على الترانسبورتيشن فليت بتاعنا، بنبدا نعمل ديليفر البرودكت نفسها الى الاند يوزر لحد الى الكاستمر. طيب في بعض البوينتس اللي احنا بنتكلم عليها في الاوردر ديليفري مهمه جدا جدا جدا، ولازم نتيكن كونسيدريشن واحنا بنعمل ترانسبورتيشن او احنا بنعمل ديليفري للعميل. اول حاجه عندنا بدات بعض الكاريرز او الشيبرز يغيروا مواعيد الدليفري نفسها من 12 بعد الظهر مثلا ل 4:30 بعد الظهر، بدات تتغير بشكل كبير جدا. بعد 4:30 بقت تتغير في بعض، هديكم اكزامبل صغير، في بعض الدول الاوروبيه الموجوده بره كنت بطلب اوردر من 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 شركه اونلاين، الشركه ممكن لو هي قالت الكلمه بتاعتها انها توصل لك الساعه 10 بالليل فهتوصل لك 10 بالليل، لو قالت لك الساعه توصل الساعه 8 بالليل هتوصل لك 8 بالليل، لو حصل تاخير هيكلموك يقول لك احنا اسفين تاخرنا لحضرتك وهنوصل لك الساعه 9، فبيجي لك فعلا الساعه 9. فلازم الشيبر او الكارير نفسه يبقى ملتزم بالكلمه بتاعته،
عشان ده هيسمع في سمعته وده هيدي ساتسفاي اكتر بالنسبه للعميل لما الاقي حد مهتم بالمنتج بتاعه من ضمن كام عميل كام مليون عميل بيتعامل معاه. كل عميل بيحاول ان هو يديه سبيشال تريتمنت عشان يحب اكتر المنتج بتاعه يبقى ساتسفايد اكتر الى المنتج بتاعه. وده اللي هنتكلم فيه ان شاء الله المحاضره الجايه. تاني حاجه عندنا نمبر اوف شيبر لازم يخلي بالهم كويس جدا من الترانزيت تايم ولازم يخلي بالهم من التايم ريلابيليتي. يعني ايه التايم ترانزيت تايم؟ ترانزيت تايم ده هو الوقت اللي بيتم عمليه نقل البضاعه فيه زي ما كنا اتكلمنا فيه. الوقت مهم جدا بالنسبه لاي عميل, الوقت رقم واحد بالنسبه لاي عميل. حضرتك مش هتهتم بالوقت, حضرتك هتاخر. حضرتك عميل عمل اوردر وحضرتك قلت له هيجي لك بعد يومين وجبت له بعد اربع ايام, لو بنتكلم في بيزنس كاستمر انت هو ممكن يلغي الكونتراكت مع حضرتك لان ده هو بيزنس. زي ما حضرتك بتكسب من انك تبيع البرودكت هو كمان بيكسب انه يبيع البرودكت دي او يستخدم البرودكت دي في انتاج منتج اخر. فبالتالي مهم جدا ان احنا نخلي بالنا من الترانزيت تايم بشكل كبير جدا والتايم ريلابيليتي. زي ما بقول حاجه الساعه 10 يبقى حاجه الساعه 10. واخر حاجه عندنا الترانسبورتيشن كاريرز. الترانسبورتيشن كاريرز لازم ولا بد وحتما ان هو يجدد من الاوبريشنز بتاعته عشان يقدم فاستر ترانزيت تايم للعميل بتاعه, عشان العميل في الاول وفي الاخر هو نقطه الوصل وهو الاساس في الـ هو الاساس في العمليه او في البروسيس دي كلها. فلما نيجي نتكلم بقى من اول الديماند مانجمنت اللي احنا اتكلمنا عليها وقلنا هو العميل عايز ايه, هو العميل عايز ايه وعايز قد ايه, الى ان ياتي العميل بالاوردر بتاعه وابدا اتعامل مع الاوردر بتاعه وابدا اعمل بروسيس للاوردر بتاعه وببدا اشوف امشي بقى زي اوردر ترانسميتال اوردر بروسيسنج اوردر بيكينج اند اسامبلي اند فاينلي اوردر دليفري. طيب الحاجات دي كلها بتصب مين؟ انا بروح في بروسيس معينه والبروسيس دي بتروح للعميل. انا بصنع منتج زي ده بقول له اتفضل يا عميل ادي المنتج بتاعي. هل حلقه الوصل اللي بيني وبين العميل تنتهي؟ ده اللي هنشوفه المحاضره الجايه لما نيجي نتكلم على الكاستمر سيرفيس. ايه الكاستمر سيرفيس وازاي الكاستمر سيرفيس ليها دور قوي جدا انها بتدعم ولاء العميل لمنتج معين, وازاي بتاشيف الساتسفاكشن, ازاي بتاشيف الساتسفاكشن بتاع العميل ده لو انا عملت حركه صغيره جدا بعد ما كان العميل دي ساتسفايد بالسيرفيس بتاعتي خليته ساتسفايد. ده اللي هنعرفه ان شاء الله في المحاضره الجايه لما نيجي نتكلم على الكاستمر سيرفيس ونتكلم على الدايمنشنز بتاعت الكاستمر سيرفيس وازاي الشركات تاخد الكاستمر سيرفيس في اعتبارها از وان اوف ذا موست امبورتنت تول عشان تاشيف الكاستمر ساتسفاكشن وتاشيف الكاستمر نيدز والكاستمر ريكويرمنتس. شكرا لحضراتكم واشوفكم في المحاضره الجايه.